يمكن اليوم العالمي للتسامح في كثير ناس بحاجه يمكن تسامح بعضها، وفي ناس بيقولوا انه اللي بيسامح بيكون عم بيسامح كرمال نفسه وكرمال الاخرين، كرمال يقدر يستمر بالحياه. وفقرتنا الاولى رح نحكي فيها عن العنف. العنف دائما معروف عنه بوجهه القبيح، ان كان عنف لفظي بيجرح بيكون قاسي بالكلام، او ان كان عنف جسدي بيترك ايضا اثار وندبات على جسد الانسان وبالتالي على روحه على تصرفاته وعلى سلوكه بالمستقبل وحتى بالوقت الحاضر. ولكن العنف بشكل عام هل ممكن يكون إيجابي؟ وكيف نحن بنتعرض للعنف؟ هل نتعرض للعنف بس بحياتنا أو حتى ممكن نشاهده ونتابعه من خلال التلفزيون؟ أوقات سلمى بيكون العنف حتى بالصمت أو بالتجاهل أو باللامبالاة، أو أوقات بالتقليل من شأنه وأهمية نجاح شخص ما أو بإنجازاته من حد منا ومن الجاهلة ونكون لامبالين. اليوم كتير كمان عم نشوف مشاهد عنف على الشاشات وعم تأثر علينا من دون ما نكون واعيين لأثار المدمرة يلي عم تكون وعم تجي على صحتنا النفسية وعم تأثر علينا بشكل يومي، إن كان إنسانيا أو حياتيا أو حتى اجتماعيا. فنسأل حالنا ليش نحن عم يصير معنا هيك بدون ما ندرك انه هي اثار العنف نحن عم نتعرض له وعم يأثر على نفسياتنا. اليوم رح نحكي عن اسباب هذا العنف ونتائجه واعراضه وكيف ممكن اليوم نحن نقدر نحصن حالنا من هذا العنف بدون ما حتى نتأثر او نتضرر فيه. اليوم كل هاي المواضيع رح نحكيها اليوم مع الاستشارية الاسرية رهف تسابحجي. صباح الخير. صباح النور، يا هلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. خلينا نبلش ما حضرتك، عرفنا العنف أو الناس بتعرف العنف أنه هو دائما ضرر إما جسدي أو لفظي، ولكن في مفهوم أعمق للعنف، خلينا نتعرف عليه مع حضرتك. هلأ بداية العنف هو كل عمل قاسي بيقوم فيه الشخص لإيذاء الشخص الآخر. طبعا هو بيكون عنده نية أو هو عنده قصد إيجابي بده يحققه هذا الشخص كرمال انه هو يخدم الاخر. هلا في اشخاص كتير هي بتحاول انه هي تأذي الاخر، فالاذى بيكون اما معنوي او بيكون جسدي. هذا الشيء دائما بيخلي الشخص انه هو دائما يستخدم هذا العنف لحتى يحقق المقاصد تبعه. هلا دائما هذا المقصد تبعه اذا ما حققه بطريقه طبيعيه فهو بحاول كتير انه يحققه من خلال انه يكون يستخدم هذا العنف ان كان لفظي او ان كان معنوي او ان كان مادي. فلذلك الانسان كتير مهم انه يفكر بطريقة صح. لما بيفكر بطريقة صحيحة هذا الشيء بيخليه انه هو ما يأذي الاخر بهي الطريقة العنفوانية بحياته. اليوم نحن عم نشوف أشكال كتير للعنف، مثل ما ذكرنا أوقات بيكون باللامبالاة أو بالتجاهل أو بالصمت. هذا الشيء بيأثر علينا نحن إذا حدا عملنا بهي الأساليب، وممكن نتعرض للتعنيف بدون ما يشعر الطرف الآخر أنه هو عم يمارس علينا العنف بهدون ثلاث أساليب الثلاثة. اليوم هاي الثلاث أشكال كيف ممكن أنه تتزايد اليوم وتأثر علينا، وكيف ممكن كمان نحصن حالنا منها؟ خلينا نحكي بالبداية شو أسبابه هذا العنف. هلأ العنف أسبابه أوقات بتكون اجتماعية حسب البيئة. أوقات الشخص يلي بيكون معنف مثلا من أهله أو من المحيط تبعه، فبتلاقيه أوتوماتيكلي صار يستخدم العنف لحتى يحصل على الشيء اللي هو بده إياه، بيحصل على أي شغلة بده إياها. مثلا أوقات الولد لحتى يحصل مثلا مرفيقه بده ياخذ مثلا منه قلم، أو بدل ما يقول له مثلا أعطيني قلمك فهو بصير بيخبطه لحتى ياخذ هذا الشيء. ليش؟ اوقات عدم التعليم او عدم الانتباه لهذا الموضوع من قبل الاهل، فهذا الشيء ببلش عند الطفل هي حاله العنف. طبعا الكارثه لما بيكون كمان هذا الطفل انه هو معنف من اهله، ان كانت الام اوقات لما بتعصب بتطلع خلقه، او الاب بيكون مثلا مضغوط من العمل او مضغوط من الحياه بشكل عام، فبيجي شو بيعمل؟ بتفشش بهدول الاولاد، فهذا الشيء بياثر على النفسية تبعهم وبيعلمهم، لأنه دائما الولد أو البنت القدوة تبعهم هن أهلهم، إن كان أمهم إن كان أبوهم. فإذا كان عم يستخدموا معهم إن كان كلمات عنفوانية أو طرق
او اوقات اهمال نفسي تماماً. فهذا مغالات وتجاهل، نحن عم نحكي عن هي الاسباب الخفيه يلي نحن ما بنشوفها بشكل مباشر. صحيح. هلا اوقات كثير الاهل بفكر انه الولد شو احتياجاته، خاص انه هو عم طعميه عم شربه، الاب انه هو عم بشتغل عم جيب لهم مصاري للاولاد، هذا الشيء خلص يعني شو بدهم اكثر من هيك؟ ليش بدهم يعني؟ فبتلاقي انه الاب هو مغيب معظم الوقت، والام اوقات بتنضغط تنضغط فبتصير بتتفشش بهدول الاولاد، فهذا الشيء بصير عنده بيكبوت بيكبوت بيكبوت، فلما مثلا بيروح على المدرسه بيكبر، بيروح على الجامعه فبلش بقى بيطلع معه هذا العنف، وهذا العنف بقى ببلش بقى بيزداد لحتى لما بيفوت بقى بالعلاقه الزوجيه وبده يكون اسره، فهو بيكون من الاساس مبني حياته على انه انا لحتى احصل اي شيء بحياتي لازم اخذه عن طريق هذا العنف. اكيد. بس بدي اسالك استاذه رهف قبل ما ندخل بشو رح يصير بعدين بعد ما يتجوز، تمام، بالمقدمه انذكر في شيء اسمه عن الاهمال اللامبالاه، عاده ما بيربطوا الناس بين العنف والاهمال واللامبالاه، ممكن يعتبروها اساليب تجاهل، ممكن يعتبروها رد فعل على شيء زعجهم، بس انه يعتبر هو نوع من انواع العنف. كيف هلا لما الشخص وخاصة مثلا بالبيت أوقات بيكون في حالة من الإهمال النفسي لاحتياجاته النفسية، يعني مثلا أهله مو فاضيين له دائما، مثلا يا عندهم شغل يا عندهم أي أعمال أخرى، أو الأم مثلا بالبيت دائما عندها أعمال منزلية أو أعمال خارج المنزل، الأب دائما عم يشتغل بس بيجي مثلا بيحمل حاله بعدين بيروح مع رفقاته، هذا الشيء كتير بيأثر على الولد أو البنت، بيخليه أنه يحس حاله أنه أنا شو دوري؟ أنا وين أنا؟ أنا ماني موجود، يعني أنتوا بس بدكم فكركم أنه الحياة هي بس أكل وشرب، لكن لما بتجي أوقات للأهل بتقول لهم أنه أنتم مقصرين بحق أولادكم نفسياً، بلك شو عم تحكوا أنتم؟ ليكنا ما أحلانا موفرين لهم، عم نجيب لهم مصاري، عم نعمل لهم، عم نساوي لهم، هذا الشيء بيخليهم أنه هن تتأزم نفسيتهم لأنه ما حد عم يهتم فيهم. هون بقى ببلش بيدور على الاهتمام بخارج المنزل، إن كان مثلاً من أشخاص آخرين أو عن طريق السوشيال ميديا، فبلش جواته بضل حالة هذا العنف الداخلي، حالة الأسى، حالة الحزن، دائماً الحزن 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 أوقات ممكن يا بيساوي حالة اكتئاب أو بيكون ردة الفعل تبعه عنيفة. بتكون عنيفة تجاه أوقات كتير، يعني لما بيقولوا مثلاً أهل بيجوا استشارة أنه ابني صاير عنيف بالمدرسة وبالبيت وبكل تصرف ودائما، فهو نتيجة في شغلات ما عم يأخذها، في احتياجات نفسية عاطفية هو ما عم يحصلها من المنزل، من أمه، من أبوه. الأب كمان له دور كتير كبير، لما بيكون الأب دوره مغيب عن الأسرة فهذا الشيء كمان بيأثر على الحالة النفسية. صحيح. وبيعطي حالة من أوقات العنف عند الطفل. طيب كمان ذكرنا أنه نحن اليوم عم نشوف مشاهد وصور قاسية كتير وعم تأثر كمان على نفسياتنا وعلى صحتنا، إن كان نفسياً ولا جسدياً وحتى اجتماعياً عم تأثر علينا، كيف نحن اليوم ممكن نحصن حالنا من هاي الآثار أو ردود الفعل يلي بتتركها علينا هاي المشاهد؟ هلا دائماً الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فيها كتير مشاهد مثل ما قلتي عنف عنف عنف، خاصة خلال الأحداث اللي عم نعيشها، فهذا الشيء بيأثر على الشخص إنه هو بصير من داخله عنده حالة من التعصيب، حالة من إنه يعني أوقات ليش هو الإنسان بيستخدم العنف؟ نتيجة حالة الضعف، أول ما بيحس حاله بمرحلة معينة هو ضعيف فبتلاقيه انقلب وصار يعني مثل صار أوقات متوحش، يعني بصير بيتصرف تصرفات كل عنيفة، ممكن ضرب، ممكن قتل، ممكن يحكي كلام ما له منتبه له، فهون كتير مهم إنه نحن نوعى على هذا الموضوع، إنه إذا أول شيء الأولاد ما نفرجيهم مشاهد العنف أبدا نهائيا، وخاصة كمان مو بس المشاهد اللي تكون على التلفزيون أو على السوشيال ميديا، الألعاب الألعاب بالوقت الحالي كل عنف 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 عنف، هذا الشيء عم يربي عندهم حالة من التعصيب الداخلي، أوقات تلاقي الشخص اللي بيلعب كتير الألعاب الإلكترونية اللي هي فيها عنف تلاقيه معصب بشكل فظيع، يعني تلاقي إذا حدا بيحاكيه كلمة بينتور فيه وبيعصب، إذا حدا طلب منه شيء بجن جنانه، وإذا خسر بجن أكثر، فتخيلي قديش هدول الشغلات عم تأسس بنفسية هذا الطفل أو حتى هذا الشاب،
قديش عم تعمل له حالة من التحطيم الداخلي. فكتير مهم لما الأهل ينتبهوا لهذا الموضوع. هلا بفترات معينة ممكن يمنعوا، لكن بس يكبر بدنا نبلش بقى بحالة الوعي. إنه طبعا الوعي بالشكل المباشر للكبار ما بتفيد، لأنه لك ما دخلكم فيني، أنا صرت كبير. دائما بدنا نشتغل على اللاوعي، كيف نفهمهم إنه بطريقة سلسة، بطريقة يعني محببة، إنه هذا الشيء اللي هن عم يعيشوه هذا حيسبب لهم أضرار نفسية على المدى القريب والبعيد. لذلك كمان الشخص لما بيتفرج على مشاهد عنف كتير مهم التفريغ، لأنه عنده بده يفرغ، يا أما بده يفرغ بطريقة عنفوانية يا بده يصير عنده يا بيكتئب. صحيح. طيب أستاذ رهف، شو الآثار اللي عم يتركها بشكل عام العنف؟ نحن بنقول إنه مشاهد العنف ما تروح من الذاكرة، وفي دراسة عالمية إنه الدماغ بيسجل باللاوعي أي صورة مدتها 3 سنوات، أو خليني أقول 3 ثواني، بتدخل باللاوعي وبتسجل، فبالتالي بيتصرف بناء عليها من دون ما يفهمها أو يترجمها. مشاهد العنف اللي عم بيشوفها ممكن تنقلب لسلوك عنيف هو يمارسه من غير ما يحس بالمستقبل. طبعا. كيف؟ لأنه الإنسان إذا ما تبرمج بشكل صحيح، بشكل واعي، إنه لكل سلوك، لسلوكياته، لتصرفاته، طريقة حل المشكلات تبعه، فهو هيطلع بقى من المخزون يلي جواته عن طريق اللاوعي تبعه. هي مستحيلة بس صعبة حاليا. هلا كمية الضخ اللي عم بيصير من الصور والفيديوهات حتى المعلومات والأحاديث، يعني كتير صعبة حاليا يتم. لذلك الإنسان دائما لازم يكون عنده جلسات تفريغ، يفهم كيف هو بده يفرغ هذا المشاعر وهذا الشيء اللي هو عم يشوفه. هلا في شغلة كتير حلوة، إنه نحن بأي فيديو بيكون عنا بين إيدينا، إذا في شغلات ما بدنا إياها شو بنعمل لها؟ نعملها مثل إديت، تمام؟ نقطع من هون، نوصل من هون، منضيف من هون، منغير، منعدل، لحتى بعدين نعمل له مونتاج ومنطلعه. طيب عقل الإنسان عنده قدرات إنه يساوي هذا الشيء، فعنده قدرة إنه يقطع ويعمل إديت ويضيف ويحذف ويغير ويعدل. طبعا الموضوع مو بهالسهولة، مو كبسة زر مثل الكمبيوتر، لكن عنده قدرات انه يعمل هذا الشيء. بس هو يقرر انه انا عندي مشكلة، بدي عندي مشاهد بداخلي. كتير في عالم، يعني مو بس المشاهد اللي عم نشوفها على التلفزيون، كمان المشاهد اللي بتكون بحياته، إن كان حياته الأسرية أو حياته الاجتماعية، فهي فيها كتير أوقات مشاهد فيها عنف وفيها يعني تحطيم أوقات لنفسيته، فهذا الشيء بضل ماسكه وماشي فيه. بس نحن ما بلشنا ننظف، خلينا نقول هدول الفيديوهات من ذاكرته، نبلش نحط شغلات إيجابية، نبلش نعلمه إنه كيف الطريقة الصح وكيف الطريقة يلي هي مفيدة بالنسبة له. أما الطرق القديمة يلي مثلا يلي هي عنيفة أو ردات الفعل، إنه هي قديش بتسبب له مشاكل، لأنه يا أما إذا ظل عم مستمر بهذا الموضوع فهو حيسبب له كارثة بالنهاية، لأنه يأذي الآخرين أو هو حينأذى بسبب هذا العنف اللي هو جواته. خلينا نرجع للسؤال الأهم اللي هو إنه نحن اليوم عم نتعرض كتير لغير المشاهد، لا مبالاة، تجاهل، صمت عقابي، خلينا نقول كان علينا ولا على الأطفال، هاد كمان عنف. كل مكان في أشكال من العنف ممكن تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كيف اليوم بدنا نحصن حالنا إن كان نحن كبار ولا أطفال؟ كيف ممكن تحصين النفس من الآثار اللي بتركها هذا؟ هلأ بداية لازم نعرف كيف نتعامل مع هذا، خلينا نقول هي مبالاة تبع الآخرين أو هي حالة الإهمال. هذا الشيء بيخلينا إنه نحن لما يصير معنا هذا الشيء ما نتأثر فيه. طبعا لما الإنسان بيفوت لأعماقه بيفهم مشاعره، بيفهم طيب أنا هذا الشخص أهملني، طيب بدل ما نفوت بالأسباب دائما، أوقات منفوت بالأسباب الخارجية، بداية يا منفوت بالأسباب العميقة اللي هي بدنا نحن كيف نحل، مثل مثلا الأزواج، مثلا الزوج بيهمل الزوجة، بيكون في لا مبالاة، بيكون في عنف، أوقات طب هي شو بدها تساوي. أوقات كتير في من النساء اللي هن مثلا بيسكتوا خلص يلا هاي حياتي، وفي أشخاص لا، في نساء بتلاقيها
بتقيمه وبتحطه بتعصب وبتكون انه هي اعنف منه. لكن الحل الصحيح لا هاد ولا هاد. الحل الصحيح انه هي تعرف وين المشكله بالضبط وهو شو الاسباب يلي عم تخليه انه هو يستخدم هذا الشيء. خلينا نقول بالعمق بنبلش منعالجه، بعدين شوي شوي بلش بقى بتعيش حاله انه هيدا الشخص هو ما عم يهملها نتيجة لأنه هو مثلا كرهانة أو ما بده إياها، ممكن أوقات نتيجة هو تربية عنده منزلية. فهي بنبلش بقى خطوة خطوة كيف نتعامل مع هي الحالة، كيف هي تتعامل معه، كيف لأنه كمان إذا هي تجاهلت وهو ضل عايش بهي الحالة وكان في أولاد هون بقى كارثة. يعني هذا الشيء حيكون حينتقلوه وحيمشي فيهم يعني للأجيال القادمة. فكتير مهم أنه تنتبه نحن شو الإجراءات اللي لازم نساويها. أول شغلة ما تضل الإنسان لما بيلاقي شخص مثلا مأهمله أنه يضل حاسس بحالة عدم التقدير. هون بقى ببلش بيشتغل على حاله بالتقدير الذات، مو دائما بده يستنى تقدير الآخرين، مو دائما بده يستنى الاهتمام من الآخرين أو من شخص محدد. ببلش بقى بيلاقي جوانب تانية أنه هو بياخد منه هذا الاهتمام هذا التقدير. ببلش بقى بيزيد الثقة بنفسه بطريقة صحيحة. طبعا كتير مهم تبع كلمة بطريقة صحيحة، لأنه أوقات زيادة الثقة بتوصل لحالة من الغرور، فهون بقى بتصير كمان كوارث يعني. فدائما الإنسان ينتبه أنه كل مشكلة كيف يحلها بطريقة عقلانية مدروسة باستراتيجيات. حياتنا لما مستخدم فيها استراتيجيات ونمشي حسب طرق صحيحة حسب مخطط تمام، هون بقى بتلاقي حياتنا بلشت تمشي بطريقة صح. أما أوقات معظم الأشخاص لأنهم عايشين بحالة من العشوائية، حالة ردات فعل، صار هيك خلاص هيك بنعمل، هيك تربينا هيك تعلمنا. طيب في شيء جديد، خلينا دائما نطور من ذاتنا. كل ما الإنسان طور من ذاته كل ما لقى حلول لحتى يحل مشاكله. ونقطة كتير مهمة، أوقات الأشخاص ما ببلش تطلب المساعدة غير لحتى تكون خلص يعني استنفذت كل شيء، وصلت لحالة خلص ما عاد عندها ولا شيء. لذلك وبتبلش بقى تعو رقعونا. طيب بعد ما رقعنا وزبطنا تلاقيهم خلص حملوا حالهم وتركوا. طب في نقطة اسمه تطوير الذات. الإنسان بحالات السلم بينه وبين الآخرين أو بحالات بيكون مرتاح، كتير مهم يطور ذاته يشتغل على حاله لحتى مو بس بيستنى لحتى لما يصير معه مشكلة لحتى تعوا ساعدوني تعوا حلولي إياها. فأهم شيء الإنسان يضل عم يطور ذاته من خلال ممكن جلسات، من خلال دورات، من خلال ندوات، من خلال محاضرات أونلاين أو فيديوهات أو قراءة كتب، من خلال مناقشات أوقات تصير بطريقة صحيحة. يعني بدل أوقات ما يقعدوا مثلا النسوان مثلا قاعدين عم يحكوا طريق يعني حكي ما بيجيب نتائج، أو كل واحدة بس عم تفضفض وتحكي وتوصل الحالة السلبية خلينا نقول الطاقة السلبية للآخرين. خلينا نحكي بموضوع مهم، خلونا نرتقي بطريقة تفكيرنا، أنه نخلي دائما نحكي بشيء ذو فائدة، شيء يعود علينا بالنفع، نتخلص من الإعلام يلي نحن جواتنا لكن بطريقة صحيحة وليس بس أنه نحن عم نسكج تسكيج. صحيح. اليوم حكينا كتير عن يعني أساليب مهمة ممكن الناس تستفيد منها، النصيحة الأبرز تحبي تخبرينا إياها بختام حديثنا؟ أهم شيء الإنسان ما يقابل العنف بالعنف، يفكر دائما بطريقة مدروسة، ما يكون عنده ردات فعل سريعة، دائما يفكر بين الفعل ورد الفعل، دائما يخلي مسافة لحتى يفكر فيها لحتى ما يندم بعدين، لأنه أوقات لما بتكون ردة الفعل بتكون أقوى حتى من الفعل، فهي ممكن تأذيه وممكن تدمره بالنهاية. لذلك الإنسان مهم جدا دائما يكون عنده حالة من طريقة التفكير الصحيحة، من التطوير المستمر لذاته، وهذا الشيء بيساعده لحتى يعيش حياة سعيدة. يعني خلينا نقول انه تحصين النفس، انه نكون مدركين وعاطيين قيمة لذاتنا قبل ما نكون عم ندور على قيمة وجودنا بين الآخرين او بين الأشخاص. نحن نقدر ذاتنا ونطور منا قدر الإمكان لحتى اذا تعرضنا لأي شكل من اشكال العنف ما كتير نتأثر. شكرا كتير لك استاذة رهف تسعة بحجي. شكرا شكرا لك ولوجودك معنا.